ستة للتسعة مع نبيل عبيد. ومعكم انتم الكل اغلى مستمعين ومع الفريق اللي كمل معنا حتى للتسعة في عملية أمنية. اليوم ضبط 205 اشخاص خطيرين في العاصمة وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء، هذية على اثر البلاغ اللي جاء من وزارة الداخلية واللي فيه تنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية. حملة أمنية كبيرة تهم تونس العاصمة لمقاومة المخدرات ولإيقاف تجار المخدرات، مبالغ مالية أيضا أسلحة بيضاء. ونحن ما أحوجنا إلى العمليات الأمنية هذه، وإن شاء الله كل ولايات الجمهورية تكون آمنة والتوانسة يكونوا بخير وين ما كانوا. كما قلنا لكم في بداية لقانا، الختام يكون مع مسبح البلفيدير، لأنه التونسي اليوم يسأل كيفاش نجم نعمل أبونمون، من عمر نجم نهزو صغارنا، شنو فما وشنو فماش في المسبح في حلته الجديدة. معنا سيد سفيان بالعيد، مدير المسبح البلدي بالبلفيدير. صباح النور ويومك سعيد سي سفيان. صباح الفل والأنوار، ونهارك مبروك والمستمعين الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم. مرحبا بك، شاء الله نهارك أسعد الأيام. نحن عطينا الجانب المعماري وكيفاش حاولنا نحافظوا على المعلم هذايا التاريخي والرياضي في نفس الوقت، اللي أجيال وراء أجيال تعديت من غادي من عام 1933. اليوم نحن 2024 ما بعد لتم افتتاح المسبح من قبل رئيس الجمهورية صباحة يوم الثلاثاء. تونسي يسأل حب يجي، حبوا نجيوكم سي سفيان، شنو عنا وشنو ما عناش وكيفاش تكون العملية والتوقيت والتفاصيل هذه الكل؟ بالنسبة للمسبح، معناتها نشاط السباحة، نشاط السباحة، المسبح هذا كما تعرفوا فضاء مفتوح، دونك معناتها باش يصير استغلال المسبح منذ شهر ماي إلى موفى شهر أكتوبر. المسبح هذا في معناتها توا كما نقولوا نحن اكتوبر وسبتمبر تبرد الدنيا شويه، المسبح هذا مجهز بالمياه الساخنه، معناتها الماء دافي، معناتها 27 28 درجه، معناتها ينجم الانسان يعوم من غير ما يتقلق. هو فيه بيسين كوفير، فيه هو توا حاليا مجهز بالمياه الساخنه، فيه مياه لكن اي فيه مياه ساخنه توا في الوقت هذا نجم معناتها نسخنوا الماء. تبقى هندسيا حضرنا لازم باش في الشتاء نحضروا معناتها كيما نقولوا انكوبول غونفلابل تغطي البيسين، تتغطى في الشتاء وفي الصيف تتنحى. معناتها في المستقبل القريب باش يولي المسبح يستغل 12 شهر. عام كامل. عام كامل. بالنسبة للمسبح زاد كيف فيه مسبح أطفال. معناتها جميع الشرائح ينجموا يشرفونا ويتمتعوا بالمسبح هذا. من عمر؟ من العمر انت وشوف من 5 سنين، اما فيه معناتها شروط المرافقه، فهمت؟ بالطبيعة كي يبدا 5 سنين معناتها فما شرط تاع مرافقه، كي يبدا في سن معينه فما شروط اخرى. معناتها انت والسن معناتها المرافق ينجم يكون معاه مثلا زوج صغار 5 سنين، ما نجمش معاه 3 و4، فهمت؟ واضح. معناتها فما شروط هذيك معناتها متعلقه بالسلامه، لازم المرافق اللي باش يرافق الطفل نتاعو ولا البنت نتاعو معناتها فما شروط في السلام. هذا بالنسبه للاطفال. العمق نتاع بيسين الاطفال 0.5 متر. العمق نتاع بيسين الكهول يمشي من 0.9 الى 2.1 متر. حجولات الملابس معناتها مجهزه بتجهيزات معناتها حديثه ومطابقه للمواصفات، وحتى في اقتصاد الماء معناتها تقتصد في الماء. فما مسلك مخصص لذوي الاحتياجات الخصوصيه. ديما تو نحكيو على المسبح، ديما نحكيو على المسبح، نحن معك نتبعو فيك، نحن معك سي سفيان. بالضبط. عندنا زاد فضاء ترفيهي اللي هو مشرب، معناتها ينجم ديفيت معناتها حاجه خارق العاده، يجي نجم يعمل قهوة فطور صباح، يتمتع بال عنا راهو 2000 فيه المسبح 2700 متر مربع مساحات خضراء، معناتها حتى الواحد كي يجي يعمل قهوة يتمتع بالمساحات الخضراء حتى من غير ما يعوم يشيخ، معناتها فهمت. المسبح زاد مجهز بملعب تنس. ملعب تنس ينجم يمارس رياضة التنس سواء عبر جمعية سواء معناتها يجي وحده. المسبح كذلك فيه جرادان يهز 700 متفرج، معناتها في تظاهرات ثقافية أو رياضية
معطي نجم نستقطبه 700 متفرج. المسبح كذلك مجهز باش يكون يستقبل عقود القيران معطي تسكي ديزيفينمو سواء كانت ثقافية أو شعرية أو مسرحية. المهم المسبح هذا معطي نجم نقوله نادي متكامل معناتها كما نقولوا نادي نجم الانسان يجي يتمتع بيه. فهمتك. من وقت لنا وقت يفتح ابوابه؟ هل انه توا مفتوح للعموم ولا مازال؟ الحقيقه شوف بعد هو لما حال بعد زياره وتدشين السيد الرئيس جست شويه اجراءات اداريه ديجا نحن من الغدو عملنا ريونيون على الفتح نتاع الفضاء هذا باش نقوم. ونحن توا جايتنا عطله كما تعرف باش نعملوا ايامات باش نعملوا ابواب مفتوحه للعموم فهمتني. دونك نصور في العطله باش تكون حافله لنا عندنا هي العطله نهار 28 في الشهر يعني انطلاقا من نهار الاثنين ان شاء الله باش تكون ايام مفتوحه للناس. باش تكون ايام مفتوحه باش نعملوا انيماسيون باش نعرفوا بالفضاء الناس نجم تزور بطبيعه بالنظام وهذايا مكسب للعاصمه ومكسب التونسيين معناتها ونحافظوا عليه هذايا نعمل على الوعي نتاع الزوار والوعي نتاع الناس اللي باش يجي يستغل المسبح. على اليوم عندنا تحفه فنيه في العاصمه راهو هذايا مكسب للتوانسه نعمل على الوعي نتاع التوانسه باش يحافظوا عليه. ونحن وانا من جهتي هذا شرف ليا اني يعني مهندس تونسي باش نتكفل بمسؤوليه هذا الواحد لان من مسؤوليتي ان شاء الله نحافظوا عليه ونخدموا على الديمومه نتاعو. يلزمنا نحافظوا عليه هذايا ثروه بالنسبه لنا. من وقت لنا وقت قممتوا مش تحلوا؟ هل انه مش تكون فما مثلا حلين بالليل لانه منظروا بالليل حاجه تعمل 66 كيف وخاصه انكم تخموا باش تعملوا فيه ديزيفينمون تظاهرات او حفلات خاصه فخممتوا في التوقيت ولا مازال؟ بطبيعه التوقيت تحكي في الليمات اللي حكيتك عليهم ولا في المستقبل؟ في المستقبل وقت اللي تبداو في باش تصير فيه تظاهرات معناتها نجموا في الوقت المناسب في الصيف مثلا مهرجانات سهريات في الليل معناتها ماشيين في معناتها في الاتجاه هذاك بالضبط. حددناش الاسعار نتاع الساعه سباحه قداش للاطفال وللكبار؟ ساعه سباحه الحقيقه مشينا في ساعه باربع دينارات لكن بما انه هو مش مسبح رياضي مسبح ترفيهي الحصه باش تكون ثلاثة سوايع. الحصة ثلاثة سوايع معناتها اللي يجي باش يعمل عومة معناتها يعمل ثلاثة سوايع. عملنا حصة صباحية هذايا راهو تو المتفق عليه مازلنا ممكن نبدلوه. هو لما حالة نحن هذه مصافحة أولى باش نرجعوا لك سي سفيان وقت اللي يكون عندنا برنامج نهائي رسمي نقدموه للناس. أما حبينا هكا معك أنت نفهموا كيفاش مش يعمل الساعة حدود الأربع دينارات. نحن خممنا في حصة بتاع ثلاثة سوايع معناتها الحصة باش تكون 15 دينار. واضح. فما ديزابونمون؟ فما ديزابونمون فما معناتها جمعيات ينجموا جمعيات هنا معناتها ياخذوا على ذمتهم معناتها وقت معين وهما يستقبلوا الرياضيين نتاعهم علما انه راهو مش مسبح اولمبي معناتها مش 25 متر ترفيهي مسبح ترفيهي لكن الرياضيين ينجموا يمارسوا فيه كان جمعيات تساعدهم ينجموا يمارسوا فيه رياضه السباحه. نحن نقول لك شكرا ليك سي سفيان بلعيد مدير المسبح البلدي بالبلفدير. هذه مصافحة أولى في يوم سعيد. نحن مش ناخذ من عندك الكلمة توا على الهواء مباشرة نرجعوا لك وقت اللي يكون عندنا برنامج نهائي ونكون معاكم إن شاء الله في الأيام المفتوحة كي كننقلوا بالصوت والصورة أجواء هذا المسبح هذه الثروة بالنسبة لي ثروة وطنية لأنه ما أحوجنا في العاصمة المكان كيما هذايا تنجم تمارس فيه رياضة تنس السباحة أيضا الحفلات نجمو نمشي وحتى مش نتمشي ونعملو مارش صباح حاجة تعمل 66 كيف أنا من توا نحجز بلاستي أول المشتركين في المسبح البلدي البلفيدير مكان عندنا مع الكل ذكريات مزينة. نشكر سي سفيان بلعيد مدير المسبح ونشكركم أنتم على متابعتنا وعلى الاستماع لنا. تحية جيكم الفريق الكل رانيا مروان فاطمة عمار نبيل عبيد تقولكم يومكم سعيد. نعود نتلقاو غدوة من 6 إلى 9 ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ختامها مع نغم التونسي على باب دارك محمد كمون وآية دغنوج. بعد عنا موجز 9 ثم تتواصل برامجنا ومنوعاتنا. متابعة طيبة لكم الكل نهاركم زين وفلو ياسمين في لمانو بسلامة.